وصلنا لفقرتنا القانونية. رح نحكي فيها اليوم عن الطلاق أو في أنواع أو أوجه قانونية متعددة للطلاق في عقد الزواج، لكن اليوم بفقرتنا رح نحكي عن طلاق المخالعة الرضائية. يا سلمى. صحيح ليلى، رح نتعرف أكثر على شروط المخالعة الرضائية، مثل ما بيقولوا، الفرق بينها وبين الخلع والطلاق العادي، وغير كثير من التفاصيل القانونية اللي رح تعرفنا عليها ضيفتنا المحامية سهير أقبيقي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا أستاذة. صباحكم سعادة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا نعرف بشكل عام شو هي أنواع الطلاق بالقانون السوري. تماما، بداية الطلاق سواء كان طلاق أو سواء كان مخالعة أو تفريق هو انتهاء للحياة الزوجية، بس نحن عنا هي الحالات حسب كل وضع معين بنلجأ لحالة. أول شيء بداية حأحكي بشكل سريع عن الطلاق بإرادة المنفردة، اللي هو نحن معروف عنا بالعامية أنه رمى يمين الطلاق على زوجته. تمام، هذا هو الطلاق بالإرادة المنفردة، ممكن يرتبه الزوج على زوجته بلفظ يمين الطلاق، وممكن تروح الزوجة تثبته بالمحكمة بدعوة تثبيت طلاق، وممكن الزوج كمان بيحق له يروح يرفع دعوة تثبيت طلاق. هون الزوجة ما لها أي دور، فقط يعني هي تأخذ حقوقها نتيجة أنه هو طلقها، ممكن يعني بدعوة تثبيت طلاق، ممكن بمعاملة طلاق إدارية بصير ما تكون الزوجة موجودة ببلغها وفي شهر مصالحة. النوع الثاني، هلا هون طبعا مثل ما حكينا هو هون دور الزوج فيه كامل. النوع الثاني، القانون عطاها للزوجة في حين هي كانت في استحالة حياة زوجية، عطاها قانون حق التفريق. هون حق التفريق هذا بيطلع قرار الطلاق من قبل المحكمة الشرعية، القاضي الشرعي اللي بيطلق. في له عدة أنواع، اللي أكثر شيوعا عنا يا حاليا هو للشقاق بالضرر، هي لما بتستحيل الحياة الزوجية بين الزوجين بتلجأ له الزوجة. طبعا هون أنا بحب نوه أنه هون بتاخذ الزوجة حقوقها كاملة، وحسب يصدر عندي القرار والقاضي بيقرر قديش الحقوق حسب نسبة الإساءة حسب تقرير الحكمة. يعني هون أنا بلاقي كل وحدة أنه زوجة ما ساعدها باتخاذ قرار أنه مخالعة رضائية، وهي كانت في عندها ظروف معينة، تلجأ لدعوة تفريق للشقاق، لأنه في مين بيقول لا ما بتاخذ حكم أو ما بتاخذ حكم أو بتطول. لا، بالنهاية أنت بتاخذي قرار، بتاخذي حكم محكمة، ممكن تطول المدة لأنه في عندها تبليغ ويعني اجراءات اداريه، لكن بس انت بالنهايه بتاخذي حكم تفريق من القاضي الشرعي. طبعا وبيطلع لك حقوق اذا في عندنا نسبه المسؤوليه كانت يعني انه الاساءه قليله من طرفها للزوجه. في عندنا كمان تفريق تسوى اقل شيوعا للغياب، وفي تفريق للعلل والامراض، وفي تفريق لعدم الانفاق، بس الاكثر شيء مثل ما حكيت الحاله الشائعه هو للشقاق بالضرر. بحب احكي كمان هيك ملاحظه انه في احيانا بنلاقي هي الحالات بس قليله جدا ممكن يرفعها الزوج. هون برجع بقول لك لانه مو هو بده يعطي حقوق الزوجيه، ممكن لما بده يتنصل من حقوقه الزوجيه ويستغل يعني انه يقول انه نسبه الاساءه منها اكثر بيلجا لها احيانا. يعني هي حق للزوجه مثل ما هو حق للزوج بس بنسب قليله جدا. الحاله الثالثه هي المخالعه الرضائيه اللي هي موضوع حلقتنا اليوم، يلي هي ابراء الزوجه لزوجها من كافه الحقوق الزوجيه. طبعا المخالعه الرضائيه هي بتستلزم رضا الطرفين، لهيك اسمها مخالعه رضائيه. تماما، نحن بنفرق بينها وبين الخلع. الخلع هو ما عندنا اياه بالقانون السوري، وللاسف نحن كثير هون بنسمع انه بدي اخلع زوجتي، نحن ما في عندنا شيء لا انه انا بدي اخلع زوجي ولا انه انا بدي اخلع زوجتي، هذا الشيء وارد فقط بالقانون المصري، بالقانون السوري فقط عندنا مخالعه رضائيه. بس هي شبيهه فيها. يعني الخلع انت بتروحي بترفعي قضيه خلع وبتبريه من كل مستحقاته فبتخلعي. المخالعه الرضائيه بتروحي بتطلبي انه انا بدي استغني عن كل حقوقي وبدي هلا في نقاط يعني معينة بس مو مشترك كامل. يعني تمام، بس ما فينا نقول لانه هون بالخلع انا ما بستلزم بالقانون المصري اللي وارد فيه، ما بستلزم رضا الزوج. يعني انا بقرر اخلع زوجي، يعني طلق نفسي، يعني اتنازل عن حقوقي الزوجيه. هون سواء رضي زوجي او ما رضي زوجي انا بقدر ساوي الخلع. هي الفرق انه بالقانون المصري. نحن عندنا بالقانون السوري ما ورد نهائيا شيء اسمه خلع، في عندنا شيء اسمه مخالعه رضائيه. شو يعني هي كلمه الرضا؟ رضا الزوجين يعني عليك اتفاق، اتفقوا الاثنين على الانفصال بهي الطريقه. يعني انا اذا زوجي انا لقيت انه في صعوبه حياه زوجي وزوجي ما قبل يلجا للمخالعه الرضائيه، انا برجع للخيار الثاني اللي هو التفريق. تفريق تماما. هي الاختلاف بين الخلع وبين المخالعه الرضائيه. هلا هي المده الزمنيه اللي عم تخلي البعض يلجا للمخالعه الرضائيه. تماما. يعني هو القانون هيك رح يوقف بحق الزوجه. تماما. فهي تطول بالها شوي لحتى تقدر تاخذ حقوقها وتتطلق يعني او تتفرق. المشكله تماما. شو عم بيصير؟ بترفع دعوى تفريق. تماما. بتلاقي الفتره طويله. تماما. واخذ ورد بتقول خلص خلصني ما عاد بدي شيء، تعال نتفق وابريك
بشكل كثير في حالات بتصير يعني هذا اللي عم بيصير حاليا يعني تماما الصراحه تكون مرفوعه دعوى تفريق لعله شقاق بتلاقي طالت وبصير انه مصالحات بيقدموا بنقدم طلب عارض وبنحلها وديا بيناتهم انه خلص او اجاله عريس تماما هو حل ارقى يعني انه خلص كمخالعه رضائيه اتفاق وبلا هاي فوت المحاكم والطلعه والعذاب للطرفين بتكون تنهو ونطلع بطريقه محترمه ونحفظ الود والعشره يعني وخلص ننهي بمخالعه رضائيه طالما هو اتفاق اثنين قبلانين والاثنين مرتاحين بهذا طب الترتيب. انت كمحاميه اليوم بتشوفي هل المخالعه الرضائيه تحفظ حقوق المراه؟ هلا انا اول شيء لما يعني اي حدا بيجيني انا بنصحه انه كثير يبعد ويكون كثير الحل الاخير بس انه في حال انه تسكرت كل الابواب بوشها طيب اوكي وانه ما في امل منه وهو ما حيعطيني وبالنهايه انا يعني راحت بالي بتسوى كل شيء حتى لو كان في اولاد هي ما فيها انه ما بتحصل على حقوق الاولاد يعني هلا لا هي موضوع المخالعه الرضائيه لما هلا بيحكي لك فيه هي انه هي بتبري بس من حقوقها انا ما بقدر لا بقرب على نفقه الطفل ولا بقرب على حقوقه ما لها علاقه تماما انا ببري خاصه مو بلا هي نفقتها الخاصة ببري من مهري يعني معجل ومؤجل نفقتي نفقة العدة حتى كمان من الأشياء الجهازية ومن المصاغ الذهبي للحقيقة هيك أنا بنصح الزوجة لما أنت بدك تعملي مخالعة قريها كلمة كلمة لأنه أنت كل كلمة بكرة بتوقعي عليها ما بيعتد والحقيقة يعني لا أحكي لك هلا هو واقعيا بيصير اتفاق بين الزوجين يعني هي لما بتقبل تعمل مخالعة ونتنازل عن حقوقها بيصير إنه اتفاق ما هو من بنود المخالعة لا هو فينا نقول مثل شرط إرضاء إنه أوكي بنعمل مخالعة بس أنت مقابل بتعطيني مبلغ من المال لا هو بيرجع بقول لك من المهر ولا هو بنشيل من حقوق الزوج يعني مثل رضوة للزوجة ده هي بتحفظ بس أنا ما ممكن في أزواج كتير يعني حالات وردت معي لا بعدين منعطي أنت متى ما وقعتي على عقد المخالعة انتهى كل شيء ما بيعتد إنه قلك بعدين أو بس نخلص أو أوكي بقى لهيك بنصحها نقرأ كلمة كلمة شاطر بألف تماما وأنت كتير كوني دقيقة بكل شيء بكل تفاصيل يعني إنه المصاغ الذهبي إنه خلص ولا شيء الأشياء الجهازية يعني حتى لما بالحالات اللي بتكون عندي بلا أخذتي كل تيابك لأنه خلص ما عاد قلك ولا قطعة بقى عنده ولا حتى أي شيء بتحملي كل شيء من وقع العقد يعني بينتهى كل شيء قد بتستغرق تقريبا مده دعوى المخالعه لحتى يبت فيها القاضي اليوم تماما هلا هي كمان الايجابيه فيها عن دعوى التفريق اللي بتضل هلا ممكن دعوى التفريق تضل من 6 شهور لسنه لانه حسب ما عندنا موضوع التبليغ هي ممكن تنقضى من اسبوع ل 10 ايام اذا انه الزوجين او وكلاؤهم يعني انه من قلب الشام اما اذا في عندنا حالات احيانا بيكونوا برا البلد لبين ما يبعثوا لنا وكالات خارجيه نصدقها حفظ عند كاتب عدل يعني الماكسيموم انه ممكن 20 يوم لثلاث يوم بس انه موضوعها سهل وخالص وهي مثل الطلاق بالنهايه يعني فكروا انه المخالعه غير الترتيب لا هون انهاء حياه زوجيه وهون انهاء وهون هم تتحول للسجلات المدنيه لتنزل بواقعات الطلاق وهون نفس الشيء وهون بتنزل على قيود الزوجين وهون بتنزل على قيود الزوجين طب خلينا نحكي نحن بنعرف انه عقد الزواج هو عقد يبرم يوجد طرف من وكيل للزوجة أو طرف إلى الأب أو حسب مين اللي موجود عنده كبير وأيضا في شهود بيوقعوا هلأ لما بدنا نيجي على التفريق أو الطلاق أو المخالعة هل يعني من شروطه يكون في حدا من أهله يكون في شهود أو لا مختلفة تماما. هلا خاصة بالمخالعة هي لأنه فيها تنازل عن الحقوق المالية الحالة الوحيدة اللي عنا إياها القاصر مفروض موافقة ولي أمره وتوقيعها على عقد المخالعة لأنه هون أنا عم بتنازل على حقي المالي وأنا ممكن إذا ما قاصر لا ما في داعي زوج والزوجة بوقعوا بيصير عقد المخالعة على نسبتين وما شهود مع كل واحد الشهود بقى إذا بدنا نحكي موضوع الشهود هلا نحن عنا بشكل عام عقد المخالعة هو عقد مدني محاط بإطار شرعي هلا زاد معنا وقت بحكي لكم كيف الصيغة بتكون موضوع الشهود بالعقود الثانية إيه بنحتاجها أوكي أما عقد المخالعة بالذات الشهود هون أنا ما عندي يعني شرط للصحة صحة العقد أو شرط للانعقاد هو شرط للإثبات كيف مثلا بدي أشرح لك إياها نحن ممكن حالات اتفق أنا يعني زوج وزوجة يتفقوا بدهم ينهوا ينفصلوا عن طريق المخالعة الرضائية أوكي اتفقنا بننزل مقر قدام القاضي الشرعي إنه متفقين ونحن ساوينا عقد المخالعة طب في حالات بيتبادلوا الألفاظ وبتقول له مثلا شرف انزل على المحكمة الشرعية ما عاد ينزل تمام مثل هون حالة بتفيدني الشهود لانه انا بدي ارجع اثبت انه نحن عملنا هذا العقد فهو هون عندي اياه شرط للاثبات يعني بس بحاله انه خصومه يعني ممكن كمان نفس الشيء بتكون الزوجه ما بدها تنزل عرفتي علي هون لما بيكون انه امتنع المدعي عن انه الحضور امام القاضي والاقرار هون بيفيدني الشاهد انه بيثبت فعلا تم العقد المخالعه وتبادلوا الالفاظ فهو شرط للاثبات ما له شرط صحه وما له شرط انعقاد يعني اذا ما في مشاكل واثنين متفقين ما في داعي انا للشهود طيب خلينا نوضح شوي شو هو العقد المخالعه كيف صيغته وكيف بتتم
تماما. هلا اهم شيء طبعا هو مثل اي عقد عادي، فريق اول فريق ثاني، مقدمه العقد طبعا انه هن زوجين، طرفين طبعا زوجين بموجب صحيح عقد شرعي امام محكمه شرعيه، الامور الثانيه واتفقت نتيجه استحاله الحياه الزوجيه تجهد ارادتهم الى المخالعه الرضائيه. نحن في عندنا صيغه معينه كثير من الراعيه، وانا كل كلمه برجع مثل ما حكيت قبل شوي، كل كلمه بذكرها بدها تكون يعني انا كرمال انه يتبري عنا، بده يكون انا ذاكرتها تماما، ما بصير انه اقول انا كان هيك قصدي وانا هيك كان المفروض، لا هو بقى بيخالع يعني وكثير عندنا الموضوع انه اللفظ مطلوب، يعني بيقول يا زوجتي فلانه فلانه خالعتك من عصمتي وعقد زواجي شريطتها ان تبرئيني من كافه حقوق الزوجيه، كافه حقوق الزوجيه بما فيها المهر معجله مؤجله نفقه العده. وهون بقى انا يعني انه اذا في كان اتفاق مفروض يذكر، ومن الاشياء الجهازيه لانه بده يكون ذكر صريح تماما، غير ممكن العقود الموجوده بالمكتبات ما بيكون فيها كل الشروط، بدك ننتبه لها تماما على هي النقطه. ومن الاشياء الجهازيه ومن المساق الذهبي، لانه بصير بعدين اختلاف، لا انه هذا المساق اتفقنا عليه ما اتفقنا عليه، عرفتي علي كيف؟ وشرطة أن تبرئيني من هدول تماما. بنتيجي هي الطرف الثاني بتقول يا زوجك فلان كمان بتسمي قبلت مخالعتك وأبرأت ذمتك إبراءة تامة تماما من هدول نفسهم اللي ذكرناهم. طبعا هو بيكون كمان مسمي على محدد أنه على بدل تماما. نحن بنحطه البدل شيء بسيط، يعني البدل ما هو لانه هو الفداء اللي نفس الشيء اللي عم نحكي نحن فيه، او هو اللي المقابل اللي بيعطيها اياه او الرضوه. البدل بس نحن مشان رسوم القرار، لهيك بنحطه مثلا ممكن 1000 ليره بس مشان ما يطلع رسوم القرار عاليه. طيب مشان ما ينحسب على، خلينا نحكي على شغله هي قانونيه وهي شرعيه ايضا. طبعا. اليوم بعد ما صارت المخالعه الرضائيه العده بتختلف، ونحن هون عم نحكي شيء شرعي بقى. تماما. في بعض بيقول لك ايه انا عملت مخالعه رضائيه مو طلاق، بنفس الاحكام او غير احكام؟ تماما. هلا نحن بعد التعديل عام 2019 في هي شغله بس حابه اوضحها، سابقا كانت المخالعه ممكن تكون بينفوا البدل، نحن مثل ما حكيت لك انه على بدل مقداره هيك، اذا نفوا يعتبر كان طلاق رجعي، وإذا ما نفوا تمام تعتبر طلاق بعين. رجعت بعد التعديل بعد 2019 صارت فسخ. كثير عالم بيجهلوا شو معنات فسخ، بيقولوا يا ترى هل هو فسخ انتهاء حياة زوجية ولا ما هو انتهاء زوجية؟ لا، هو مثله مثل الطلاق، وهو اثنين انتهاء حياة زوجية. الفرق نحن هون يعني انه المشرع ليش عمله فسخ؟ رغبة انه ما ينقص من عدد الطلقات اللي بيملكها الزوج على زوجته، يعني ان انتهى الموضوع بين الزوج والزوجة بمخالعة هو بعده يعني بينتهى العلاقة الزوجية، او اذا كان بيقدر يرد بعد فترة زهية. حتى هون بالذات انه كعده هو لانه زوجة رجعها ممكن يرجعها، بس ما بنقول يردها، يرجع يعمل عقد جديد ومهر جديد، بس انه ما بيتقيد بشروط انه طلقات تحتسب، انه ما عاد تقدر ترجع له. هي الناحيه كثير الموضوع انه ما بتنقص من عدد الطلقات، هي الفرق بين الفسخ وبين الطلاق فقط. لهيك انه مشان ما تنقص يعني عدد الطلقات، يعني ثلاث شهور تماما، وبتبدا من تاريخ توقيع العقد تماما، انه تبادل الالفاظ، تبادل الالفاظ مو من تاريخ قرار المحكمه، لانه قرار المحكمه كاشف وليس منشئ بتثبيت المخالعه. تمام. اكيد بالختام بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتيها، وبقيه نهار حلو لك. تسلمي لي. شكرا لك استاذ. تسلمي لي يا رب. بس من نهايه حابه هيك عقب شوي، هلا هو ابغض الحلال عند الله الطلاق، مثل ما هو الطلاق حق للرجل، الاسلام اعطاه حق بالقانون السوري اعطاه للمراه، وكمان نحن مثل ما هو ما في اكراه بالزواج، كمان ما في اكراه لمين ما بيريد الاستمرار. بس انا بنصح كل زوجين متفاهمين انه ينهوا، اذا اصروا على الانفصال ينهوا بطريقه الامثل والافضل، وهي هي شرعيه وقانونيه، ولح يعني يحفظوا الود والعشره بيناتهم، ولا يلجؤوا لا طلاق للاراده المنفرده ولا التفريق بحكم محكمي، يلجؤوا للمخالعه الرضائيه. اكيد. شكرا لك استاذه. تسلمي لي. شكرا.